أحد العوامل الرئيسية لخسارة الإسرائيليين في الأيام الأولى من الحرب كان فشلهم في إعطاء الجندي المصري الفضل في قدرته على القتال في موقع الدفاع. كانت هذه القدرة هي جوهر الخطة المصرية، الاستيلاء بسرعة على هدف إقليمي محدود ثم الدفاع عنه. كان الإسرائيليون دائما يحتفظون بمجموعة كبيرة من العقائد الراسخة التي تقضي بعدم ترك أي قتلى أو جرحى إسرائيليين على الإطلاق في الميدان، وقد كانت هذه الفكرة ثابتة في العقيدة العسكرية الإسرائيلية. عرفت القيادة العسكرية المصرية ذلك واعتبرتها نقطة ضعف إسرائيلية واستخدمتها لتعيين الكمائن التي تسببت في أسوأ الخسائر الإسرائيلية